تدري يا طريف، لقد أحببت هذه المدينة كثيرا رغم كل ما فيها، ووددت لو مكثت فيها طويلا. لم يبق لنا فيها مقام بعد أن كشف أمرنا. علينا أن نصل طنجة قبل الفجر. ما زال أمامنا متسع من الوقت، ننتظر عودة طارق وشداد، وبعدها نقرر ماذا سنفعل. لا يا نسيم، من غابت الشمس ونحن هنا أصبحنا في خطر. لا بأس عليك يا عمرو، لا بأس عليك. هنا هل خدعنا مرة أخرى؟ لا، لم نخدع. كانوا هنا، كانوا هنا. اللعنة، هذه لا تعنيك. هيا هيا، كانوا هنا، أقاموا هنا، أكلوا وشربوا. ترى ماذا كانوا يصنعون؟ ماذا كانوا يصنعون؟ أين ذهب؟ أين ذهب؟ خذنا إلى الكهف. إياكم ثم إياكم أن يفلت منكم. أدركوه حتى لو كان في قاع البحر. هيا، اطمئن يا عمرو، ستكون بخير. اهتم به يا بيلا. أخشى أن يأتي مورو ومعه الجند في أي لحظة. أريدك أن تبقى خارجاً وتراقب الطريق المؤدي إلى البيت. إذا ما شككت بشيء تعال وأخبرنا قبل أن ينكشف أمرنا. كما تريد يا طريف. عليك أن تباشر تدريبات الجند بنفسك كما يفعل طارق مع جنوده. لا أريد جنودي أن يكونوا دون المستوى. نحن جاهزون دائما سيد.
أبي؟ سأنصرف سيدي. ما بال صغيرتي غاضبة؟ ما الذي يبقي أخي لهنا؟ لماذا لا يذهب؟ هل بدر منه ما زعجك؟ خبريني. لا أطيقه، كل ما رأيته تحضرني آلامي وعذاباتي التي عانيتها. سيرحل، لكن ليس الآن، قد أحتاجه في الحرب. يا صغيرتي، أحيانا نبتسم لأناس نكرههم، هذا حال الحكم. اللعنة على الحكم، ماذا جنين منه؟ دعك من كل هذا، لدي خبر سار لك. ما هو؟ علينا أن نغادر جميعا قبل أن يصل مورو إلى هنا. نعم صحيح، هذا أول مكان سيفكرون فيه. ماذا عن عمر؟ صحيح، ماذا عن عمر؟ هل يستطيع أن يمتطي حصانا؟ أظنه يستطيع، فقد نال قسطا كافيا من الراحة. حسنا، نبقى إذن حتى غروب الشمس وبعدها نغادر. ابقوا مستعدين. أنا لن أغادر معكم، أنا باق هنا. ماذا يا شتيلة؟ لماذا لا تأتي معنا إلى طنجة؟ ثمة خطر كبير على حياتك هنا. لا، ليس الآن على الأقل. لدي مهمة أخيرة أنجزها أولاً ثم أفكر في هذا الأمر، وربما لحقت بكم بعدها. اسمعوا جميعا، ابحثوا عنهم في كل مكان، في كل زقاق، في كل زاوية، في كل بيت. أريدهم حالا، مفهوم؟ وإلا طارت رؤوسكم جميعا. هيا الحقوا بهم، فتشوا عنهم. أنت إلي، اذهب فتش عن مورو، أريده حالا، ابحث عنه، أريده هنا. اسمع، لابد أن هذا الشقي يعرف شيئا يدلنا عليهم. هيا. من أنت؟ من أنتم؟ أهلاً، أهلاً بالفارس الملثم، أيدوه. علينا أن نصل الشاطئ قبل أن يتفطن القوم. وماذا عن السلاح؟ أبقوه في طيات ملابسكم، سنخرج من هنا كتجار أو كعابري سبيل. وماذا إذا فاجأنا أحدهم؟ نتجنب المقاومة قدر الإمكان. شتيلا، احتفظ جيدا بهذا الخائن ونفذ ما اتفقنا عليه. إنه لي
وأنا لا. هيا معي، جان ديمار يريدك هذه اللحظة. أمره سيدي جان ديمار، ولكن أريد أن أحضر بعض الأشياء. تفضل تفضل. علينا أن نغادر المكان فورا. هيا هيا تحركوا قبل أن يدركنا القوم. هيا. لست أدري أيها اللعين أية نهاية تستحقها بعد كل ما فعلته. تشب الناس لسادتك فتقودهم لحتفهم ولا زال خبزهم في فمك. قد بات الناس في غم مقيم ورعب عظيم بسببك أيها اللعين. أجل، هذا أنا شتيلا. أظن أنك تعرفني جيدا. ترى كم يخيفك، ترى كم يرعبك. أجل، إنه خنجرك، خنجرك الذي أخاف الكثير من الناس وأذهقت به الكثير من النفوس بغير جريرة. ولكن لا بأس، قد انتهى ذاك كله. خطرك، عقدك، خيانتك، كل ذلك قد انتهى وبقي شيء واحد. أن تتجرع من ذات الكأس التي أذقت منها غيرك. خذوه. اللعنة، من الذي فعل هذا؟ مورو، مورو، مورو. هنا أيها الأغبياء، أيها الأغبياء، أدركوا المنثم، أدركوا المنثم وأتوني به. هيا هيا. We'll be right back.
انظر ما بك؟ إنه الملثم. ملثم؟ نعم. ما هذا؟ لقد لقينا منه أذًا كبيرًا وشرًا مستطيرًا. نعم. هيا هيا. هذا أنت؟ إنه مورو. مورو، أيها الخائن، أنت من وشى بالأب هكتور وهذا جزاؤك. إنه جزاؤك. لم يعد فائدة، لقد كشف أمره. هيا. اللعنة عليك. كشف أمره. اللعنة عليك يا مورو. اللعنة عليك. اللعنة عليك. مرحبا بك يا جان ديمار، كيف حاله؟ أنا بخير سيدي الدوق بلايو. ما هي أخبار قرطبة؟ الوضع تحت السيطرة، فأنت تعلم ضعف حاكمها ووهن عزيمته. لكل أمر رجاله يا جان ديمار، اطمئن، سوف أجعلك تحل محله قريبا، ويعجبني فيك طموحك. أبذل ما في وسعي لأنال رضاكم سيدي، وأشكر لكم صنيعكم لما أنا فيه له. أنت رجل مخلص لبلاد الباندال، وسوف يكون لك مستقبل. قل لي، كيف تسير الأمور عندك؟ هل تسير على ما يرام؟ للأسف يا سيدي، ومن أجل هذا جئت إليك. ماذا حدث؟ ظهر في المدينة شرذومة من قطاع الطرق واللصوص، أثار القلاقل والمشاكل. ماذا فعلوا يا جان ديمار؟ هربوا بعض المساجين من سجن قرطبة ومن سجن طليطلة، وفقدت بسببهم أخلص رجالي، وعندما طاردتهم إلى كهف كانوا يقيمون فيه قرب قرطبة لم أجدهم، ولكنني وجدت بعض الأوراق المحروقة. انظر، وقد حرصوا على أن يحرقوا كل الرقع. إنها بالعربية، بقايا كتب إلى أمير أو قائد. لقد أخطأت يا جان ديمار، إنهم ليسوا لصوصا. ليسوا لصوصا؟ من يكونون إذن؟ لا عليك، لا عليك من ذلك، هذا أمر يجب أن أتداوله مع جلالة الملك نفسه، ولكن كيف أفلت من يدك؟ الحق يا سيدي، وأكره أن أقول هذا، إن هؤلاء الشياطين كانوا يسبقوننا ولو بخطوة واحدة، فكلما دهمناهم في مكان وجدناهم قد أخلوه قبلنا. ألم أقل لك ليسوا لصوصا؟ اسمع يا جان ديمار، أريد أن أذهب إلى المكان الذي يترددون إليه بنفسي، فإن صح ما برأسي فستكون تبعاته خطيرة على الواندال. الحمد لله أن أعادكم إلينا سالمين. الحمد لله. حمد لله. عمر، أين أنت يا عمر؟ تعال. حمد لله على سلامتك يا عمر. خلعت قلوبنا عليك يا رجل، خلعت قلوبنا عليك. اشتقنا لك شيخنا، وأنا أيضا اشتقت لكم جميعا.
تقبل الله جهادكم وصبركم. أحسنتم صنيعا يا طارق. نحن صنائعك يا أبا بصير، وكل أعمالنا معدودة لكم يا شيخنا. لدينا الكثير لنقصه عليك يا شيخنا. وأنا في شوق لسماع ذلك، كل آذان صاغي. تفضلوا تفضلوا. هل أنت من القوط؟ لا، أنا إيبيرية. أمي كانت تعيش في إشبيليا قبل أن تنتقل للعيش والخدمة في قصر الملك. مرحبا بك. حمدا لله على سلامتك. سلمك الرب يا سيدتي. كيف حال مولاتي فلوريندا؟ هل هي بخير؟ وهل وصلت إلى أبيها بسلام؟ نعم نعم اطمئني، هي بخير وعند أبيها في سبتة. لا تقلقي. الشكر للرب. مسكينة، لقد عانت الكثير. نعم، وأنت أيضا يبدو أنك عانيت الكثير يا بيلا. أهلا وسهلا بك يا حبيبتي. شكرا سيدتي. لا ارتاحي أنت. لا لا اجلسي تفضلي. هنا لا فرق بيننا، جميعنا سواسية. شكرا لك سيدتي. هل تسمحين لي بالذهاب إلى سبتة؟ أريد أن أكون بجوار مولاتي فلوريندا. ستذهبين، ولكن بعد أن تتعافي. وربما نذهب معا لرؤيتها أيضا، ما رأيك؟ يا حبيبتي، يا صغيرتي، يا مهجة فؤادي، كم اشتقت إليك. انظر، هذه بقايا رسائل لم أتبين منها الشيء الكثير، فقد احترقت كلها، لكنها تشي بالشيء الكثير. فلقد أقاموا في قرطبة أياما، ولا ندري كم أقاموا، ولا نعرف أين هم الآن. وبما يشي ما تبقى لك في رسائلهم؟ قد يكونون من المسلمين يا مولاي، فإن كانوا كذلك فهم لا ريب يخططون لشيء ما. دائما هكذا يا بلايو، تتناهبك الوساوس. يا مولاي، يجب أن نأخذ الأمر على محمل الجد، فإن كان خطرا تداركناه في مهله، وإلا كفينا بما يطمئننا. الحذر الحذر واليقظة اليقظة. فلنبعث المزيد من الجند للبحث عنهم، ولا يعودوا إلا برؤوسهم. يا مولاي، إن كان ثمة خطر فليس من هؤلاء الرجال الخمسة، إنما ممن هم وراءهم. أنت دائما تفكر هكذا يا بلاي. لن يفكر المسلمون بعبور البحر ليأخذوا أرضنا وهم بعد لم يتجاوزوا السبتة وفيها ثعلب أفريقيا الكونت جوليا. هو كابوس يطارد رأسي يا مولاي. فمن عبر الصحراء ليقيم مسجدا في طنجة لن يقف أمامه هذا المضيق. نعم، فإن عبروا إلينا فسأعد لهم حفلة رائعة تليق به. يخيب الرب ظني. بلايو، لا تخف. أهلا يا طارق. أهلا بك يا شيخنا. لقد رفعت وقت التدريب، حيث أصبح بعد صلاة الفجر وبعد الضحى وبعد صلاة العصر. حسنا، وتدريبات الليل؟ تدريبات الليل كما هي، ولكن بين المغرب والعشاء لحفظ القرآن الكريم وتعلمه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً
وأقوم وكيلا. صدق ربنا العظيم، بمثل هؤلاء يطلب النصر يا طارق. كيف أصبحوا يا شيخنا؟ إذا أذن لنا بالفتح سيسرك ما سترى منهم. الحمد لله، الحمد لله. نحن جاهزون سيدي. أين أخي؟ لا، إنه في الداخل. أنا هنا. هذا سيفك. ولما السيف؟ نحن ذاهبون لنقرر مصير معركة، لا للتريد والصيد. أنا جاهزة. هل ستذهبين معنا؟ إننا ذاهبون لنقرر مصير معركة. وأنا ذاهبة لألتقي النساء، فبالنساء تشعل المعارك وتخبو. كيف يهرب منا كل هؤلاء المساجين؟ كيف تحدث كل هذه الفوضى؟ أريدكم أن تقبضوا عليهم قبل عودة الملك، وأنتم وقد فقدتم أثرهم. كيف اختفوا؟ هل انشقت الأرض وابتلعتهم؟ تيرا، ابحثوا عنهم حالا، أريدهم هنا. هيا. لن أبقى هنا لأراقب، سأبحث عنهم بنفسي. أهلا بك أيها الكومت. كيف حالك أيها الأمير؟ بخير حالي، وأنتم؟ الحمد لله، شكرا لكم أيها الفرسان، الحمد لله على سلامتكم. أخبروني، كيف وجدتم بلاد القوت؟ بلاد تستحق أن ندخلها. فلندخلها إذن. تفضل أيها الكوم. أود أن أشكركم لما بذلتموه من أجلي. الحمد لله على سلامتك أيتها الأميرة. لعلنا لم نحسن استقبالك في لقائنا الأول. لا علي. أين هو صديقكم؟ من تقصدين؟ بكر؟ نعم بكر. لم يعد منذ أن أوصلك، لم نعرف مصيره حتى هذه اللحظة. ماذا تقول؟ نعم، فبعد أن ودعناكما كانت هذه آخر مرة نراه فيها. يا للسماء، لقد قال لي لا تلتفتي وبقي يقاتل جنود القوت حتى ابتعدت ووصلت إلى القار. أخشى أن يكونوا قد نالوا منه. إذن فقد غادرنا بكر دون أن ندري. كان الله قد كتب له الشهادة، فقد برأ ذمته وعده، فليتقبله الله مع الشهداء. سبحان الله، أظن ما سبقني إلى الشهادة. طوبى له، طوبى له. قد قال لي أنه سيدفع حياته ثمنا كي أصل بأمان إلى أبي. لم يجل بذهني أن ذلك سيحصل حقا. لقد افتداني بروحي. تفضل.
تفضل يا مروان. يا حبيبتي. مرحبا بفلوريندا أميرتي ستة الجميلة. أم حكيم، ماريا، رقية، لقد اشتقت إليكن كثيرا. ونحن أيضا اشتقنا إليك كثيرا. تفضلي تفضلي. لا، انتظري يا فلوريندا، لدي لك مفاجأة. أولادي، اشتقت لك كثيرا. وأنا أيضا يا بيل. يا طول مسكين، لابد أنك عانيت كثيرا بسببي، لكن لا بأس، سنستدرك ما فاتنا. شكرا للرب أنك بجانبي. بيلا حبيبتي، بعدما وردنا من بلاد الواندال عزمنا على العبور وفتحها إن شاء الله. يبدو أنه لم يفتكم شيء عن تلك البلاد. نعم، لم يفتنا شيء، وعلينا أن نستكمل الإعداد على أكمل وجه. قلت أننا سننطلق على الفور. علينا ألا نتعجل الأمر فتفسد العجلة أمرنا. أرجو ألا يطول ذلك. وماذا عنا؟ أعني أنا وأخوي. نحن على عهدنا. هذا كتاب بكل أملاككم، نفي إليكم ما وفيتم لن. سأطلع على هذا الكتاب أخي وعماي. والآن ما علينا أن نفعل؟ لقد طلب مني الأمير موسى بن نصير أن تأتي إليه معنا، وحينها نرى ما نصنع من أمرنا. جيد، إذن نذهب إلى القيروان. سنعد لذلك. تفضل. لن يرفع الخشندس رأسه إلا ويجد سيفي فوق رأسه. أما زلت عازماً على أن تقاتله؟ وما سيفعل وقد شق عصا الطاعة وخرج على ملكه؟ أنا الملك لودريك الذي لم يهزم في معركة قط. مولاي، لما لا ننهي الأمر هنا؟ فإن وجدنا طريقاً آخر مع شندس وفينا قتاله، أو ربما يكون هو قد رأى أن يسلمنا ويضع السيف. أنت تريدني أن أقتل ألفونس وأبقي على عمك أرخشندس، وبلايو يريدني أن أبقي على ألفونس وأقتل أرخشندس. كل يسعى لمآربه هو. ألا تفكرون يوماً واحداً
بمصلحة مملكة القوت؟ لا، لن أسمع من أحد حتى ولو كان ابن أخي هذا. إذن حان الوقت لنذيق أرخشندس مرارة الهزيمة والخذلان. لكن حذروا من ألفونس هذه الأيام. ولكنه في السجن. في السجن أو في القصر سيان؟ ألا تخافوا من الأفعى حتى ولو كانت بلا أنياب؟ هل ستتركه حتى يموت؟ ستحزن زوجي إن تركت أباها يموت. أصبح الجيش على أتم الاستعداد، بقي أن نستنفر الناس للجهاد، فلتكثر من متطوعة المجاهدين. هؤلاء يحتاجون إلى التدريب يا أبا بصير. لما لا؟ سوف ندربهم. وهم الأبطال لن يقصروا أبدا. لكن أجسادهم تحتاج إلى الراحة. هل توافقونه على هذا؟ حسناً، فلنرحم إذن لبعض الوقت. على بركة الله. معشر المؤمنين، إن جيش الإسلام سوف يعبر المضيق ليفتح بلاد الوندال وينشر رسالة الإسلام فيها، بلاد أنت من الظلم والقهر والجور، آن لها أن تنعم بالعدل وتتعرف إلى دين الحق. ديننا الحنيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فأي معروف كإقامة العدل بين الخلق، وأي معروف كالإحسان إلى الناس، وأي معروف كإنقاذ الناس من جور الحكام وظلمهم إلى عدل الإسلام ورحمته، وأي منكر كالظلم وتجبر العباد على العباد. كل سيئة عند الله سيئة، وكل خطيئة عند الله خطيئة، إلا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. فلتنهض هممكم ولتصلحوا نياتكم ولتشحذوا سيوفكم ولتسعوا لتكونوا يد الله التي ساقها لإعلاء كلمته ونجدة عباده. في صبح ذاك اليوم كنا فوق هامات البلاد، وخلافة كالنبت مدت جدرها والنور زاد. نادت جبال الريف طارق حينما التفت الجواد، وشجرة الأرجان شاءت لو تكون من العتاد. أمامنا كان بحر وخلفه وادي وعين تلحى تبيها، لزمه بالرعاية والصبح بلاد. جئنا لننشر بالخلافة رحمة للعالمين، لمعت على أعتاب عز فخره لا يستكين. ما
نار على علم يطل بريقها فوق الجبين من نفزة فيها الشموخ كمثل أطلى صلاة لي والمصير المنتظر والخيل يعلو بالصهيل ولا يفكر في المفر ويدور عزما بالفوارس حين قائدهم بهر والقائد العربي لا يلقاه